انا البرودوي ديالي بلا باز ديال ارغان. طبعا انا ماشي اول وحده مغربيه ندير هذا البرودوي، ولكن طبعا نقدر نقول لك انا اللي كيميز البرودوي ديالي هو الجوده ديالو. انا قبل ما ننزلو جلست بزاف كنجربو، وبزاف ديال الناس بقاو كيجربوه. درنا تيست اللي طويله، مده طويله، علاش؟ لان كنا باغيين ان الناس فاش تستخدم البرودوي ديال البسمة تعاود تاخذ منه، ويكون هذا هو البرودوي اللي كتستخدمه باش تعتني بالبشره ديالها الوقت كامل. دايره سيروم ديال الوجه، هذا هو اللي اعلنت عليه في الانستغرام، وكنت قايله للناس انني عندي لهم مفاجاه اخرى، هي انني نزلت اليوم دو برودوي اللي هو الفيس ماد، الماسك ديال الوجه، ودايره واحد الزيت ديال لو كور حتى هو بلاباز ديال الارغان. ولكن حنا فكرنا اننا كنا باغيين في الزيت ديال لو كور ناخذوا الفايده ديال الارغان، وفي نفس الوقت تكون شي ريحه اللي زوينه. دونك درنا اميكس بالعود الملكي. طبعا الخلطات ديالي انا مختلفه على الناس اللي كاينه في السوق. الخلطات ديالتي بوحدي، لان حنايا مدخلين في كل شيء الفورمولا ديال كل برودوي. وكما قلت لك انا كنامن بالجوده ديال المنتوج اكثر ما كنامن باي حاجه اخرى. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.